في المملكة العربية السعودية بلغ عدد الحالات الجديدة المسجلة للإصابة بهذا الفيروس 110 حالات. هذه الحالات كان من بينها حالتين لحالات قادمة من السفر من خارج المملكة العربية السعودية، وهي بحمد الله كمثيلاتها مما تم الاكتشاف عنه من خلال الخطوات الاستباقية بالحجر المبكر منذ الدخول إلى منافذ المملكة العربية السعودية، وبالتالي تضاف إلى تلك القائمة التي تعتبر استباقية ووقائية بحمد الله، وأثبتت ثمارها المرجوة من خلال تطبيقها. بينما كان 108 من الحالات هي لحالات مخالطين لحالات سابقة الإصابة وسابقة الإعلان عنها، ولكن بحمد الله أيضا استباقيا كانت من الحالات المحصورة ضمن المخالطين وتحت المراقبة الصحية. إجمالي عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في المملكة العربية السعودية 1563 حالة. هذه الحالات بحمد الله معظمها وضعها الصحي مطمئن، يتم تلقيها للرعاية الصحية والمتابعة بشكل جيد ووضعها مستقر. من بينها 31 حالة هي حالة حرجة يتم تقديم أيضا الرعاية الصحية اللازمة لها في وحدات عناية مركزة، وتقدم فيها الرعاية اللازمة بشكل مكثف. تم تسجيل حالتين لوفاة، والحالتين هي لمقيمين في المدينة المنورة، وبالتالي يصل إجمالي المتوفين حتى الآن 10 حالات رحمهم الله جميعا. نستبشر خيرا بحمد الله بتعافي 50 حالة إضافية، وبالتالي يصل إجمالي المتعافين حتى الآن 165 حالة ولله الحمد.